هير جمال عبد الحميد هدفين، والزمالك خسر في العودة 0-1 96 مع شوتينج ستارز. كان أيضا نهائي 1-2 طارق مصطفى، لكن الزمالك فاز 2-1 بقى مدحت عبد الهادي وأيمن منصور السوبر، ووقتها فاز الزمالك ركلات ترجيح. ثم كان في لقاء نصف نهائي مع ستيشن ستورز، كان 3-1 للزمالك، ايمن منصور هدفين، وخالد الغندور هدف، وادي امامنا هدف على الطريق امامنا، باسم 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 باسم، على ذكر الاهداف على ذكر النتائج عملها باسم امامنا هنا في هذه اللقطه، الكره ملعوبه ويطلع الحارس اثيوبيلس، والزمالك يسجل عن طريق باسم.